أهلا وسهلا فيكم أحبائنا المشاهدين بحلقة جديدة من الكشف إلى الاكتشاف مع دكتور غسان حنا. دكتور غسان أهلا وسهلا فيك. الله معك رانيا. نحن رح نرجع نتابع الحلقة الماضية، كنا عم نحكي عن الجسد وعن لاهوت الجسد، كنا وعدنا المشاهدين أنه نكمل هالجمعة، وأكيد رح يمكن ناخد أكثر من حلقة عن هذا الموضوع. لكن نحن عم نحكي عن كورنثوس 6:12-20، لتكن أجسادكم لمجد الآب. هناك من يقول كل شيء يحل لي، ولكن ما كل شيء ينفع. كل شيء يحل لي ولكني لا أرضى بأن يستعبدني أي شيء. الطعام للبطن والبطن للطعام، والله سيقضي على الاثنين معا. أما جسد الإنسان فما هو للزنا، بل هو للرب والرب للجسد. والله الذي أقام الرب من بين الأموات سيقيمنا نحن أيضا بقدرته. أما تعرفون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ فهل أخذ أعضاء المسيح وأجعل منها أعضاء امرأة زانية؟ لا أبدا. أم أنكم لا تعرفون أن من اتحد بامرأة زانية صار وياها جسدا واحدا؟ فالكتاب يقول يصير الاثنان جسدا واحدا، ولكن من اتحد بالرب صار وإياه روحا واحدا. اهربوا من الزنا، فكل خطيئة غير هذا يرتكبها الإنسان هي خارجة عن جسده، ولكن الزاني يذنب إلى جسده. ألا تعرفون أن أجسادكم هي هيكل الروح القدس الذي فيكم هبة من الله؟ فما أنتم لأنفسكم بل لله، هو اشتراكم ودفع الثمن، فمجدوا الله إذن في أجسادكم. دكتور غسان، بتحب شي تقول قبل ما نبلش بالأسئلة، بتحب شي تقول هيك ريزومي ملخص عن الحلقة الماضية، أهم الأفكار اللي حكينا عنها؟ بدي أقول رانيا أنه كل اللي حكيناه بالصب بخانة أنه علاقة الإنسان مع الله هي علاقة حرية. الله بيريدنا أحرار، الله بيريدنا نكبر لنبلغ ملء قامة يسوع، ملء قامة المسيح. نعم. فملأ هذه القامة نحن بتكون أنه نحقق بحياتنا إذا بدنا مشروع الله أو إرادة الله بحياتنا. شو مشروع الله وإرادة الله بحياتنا؟ أنه نخلص، أنه نحقق خلاصنا، خلاصنا الجسدي، خلاصنا الروحي، خلاصنا الاجتماعي، خلاصنا الاقتصادي، كل أنواع الخلاص الممكن نعيشها بحياتنا، كله خلاص وكله نعمة من الله. نحن حكينا عن الزنا حققه يسوع المسيح. نعم. صح. وأنواع الزنا، يعني إذا بدنا نحدد الزنا شوفوا، بس حتى نذكر مشاهدينا بهذا الموضوع. قلنا أكيد قلنا إن الإنسان، وأخذنا نظرة العهد القديم، كيف الله وقت داعي شعب إسرائيل، داعي شعبه تيكون شعب الله، وهيدا يعني هيدا بيرمز لكل واحد منا. الله داعي لعهد حب، لعلاقة حب، يعني صارت كل عهد القديم هو صورة عن علاقة البي بابنه والعريس بعروسته، وكأنه الله بيقول له لشعبه أنت يا شعبي أنت عروستي، أنت بيقول له إسرائيل أنت محبوبتي. حلو. أنت عشيقتي، أنا بحبك، أنا مغرومة فيك. قال إسرائيل شو راح عبد إله أخرى؟ هيدا الزنا، هيدا الزنا إنه إسرائيل اللي الله إليه راح عبد آلهة أخرى. يعني أنا بس يعني يعني كان جورون وقت أنا أكسر يعني الله. وصايا الله، أنا هون بكون أنا زنيت. صح. نعم. هي فعل الزنا أوسع بكتير من بس الوصية السادسة أو التاسعة. نعم. هو مثل ما قلنا ببعضه اللاهوت هو فعل كسر العلاقة مع الله أو كسر العهد مع الله، أو أنا أترك الله وروح عند إله تاني. مربولوس بس بيحكينا عن إشكالية هون بالنص، بعتقد كلنا بنوقع فيها. يعني وقت بيقول كل شيء يحل لي، وهي بنسمعها كثير انه انا حر. نعم. بدي اعمل بدي اياه، ولكن ما كل شيء ينفع. صح. انا كيف يعني شو علاقتها هيدي هالجمله بشجره الحياه بسفر التكوين دكتور غسان؟ هيدي في علاقه كثير جوهريه بيناتنا، وبتصور هيدي العلاقه قبل ما يصلى ماربولوس، وانا اكيد انه ماربولوس قراها من هونيك، يعني من العهد القديم، لانه فعلا هيدا اللي بدنا نقوله هلا من العهد القديم رانيا، اذا بدك بيكشف عن عمق طبيعة ونوعية علاقة الله بالإنسان. الله بالنتيجة هو مين لإلنا؟ هو الخالق. نعم. هو بينا، هو بينا، بس هو خلقنا كمان. نعم. خالق الله وقت خلق الإنسان على صورته ومثال وضعه في الجنة، كان لابد يعني وكأنه أمر محتم، مش
يعني ما في حتى الله بعلاقته معنا في ضوابط، في قواعد، نعم، في قوانين، في شريعة، ما فيها تكون علاقة مفلوطة. الله وقت أسكن الإنسان بجنة بيقولوا لك مثلا حطوا قدام كلها، قال له من كل شجر الجنة بتاكل إلا من شجرة الخير والشر. بده بيجوا ناس أو فلاسفة أو بيتفلسفوا إنه ربنا ما دقت بعينه غير هالشجرة، أكيد لا، هي إلها رمزية رائعة. ربنا تيقول له للإنسان كل الجنة لإلك وكل الشجر بتاكل منها إلا هيدي، هو بس تيقول له إنه أنا المرجعية وفي ضوابط، نعم، في قانون، نعم، في قاعدة، ولو ما في هذه الشجرة في إنسان كان في بأي شيء ممكن يغلط. نعم. فهالشجرة هي رمز، إذا بدك هي رمز الحياة، أكيد هي رح نرجع من المضمون، بس بدي أقول بالخلفية الفلسفية أو الفكرية أو الإيمانية ببعض بهذا النص، الشجرة قبل ما تكون ترمز إذا شجرة الحياة والموت أو معرفة الخير أو الشر، رانيا، هي إذا بدك موجودة لتقول للإنسان عندك مرجعية عليك تطيعها. أنا هو الرب إلهك، أنا هو الرب إلهك، تقول لك أنا الله، أنا خلقتك، لأني خلقتك أنا بدك تطيعني، لأني أنا مرجعيتك، مش مرجعيتك شيء تاني، لا العالم ولا فكر العالم ولا نصايح العالم ولا حكي العالم ولا قلبك ولا شهواتك ولا غرائزك ولا الآخر، مين ما كان هذا الآخر إلا الله. الله حط هذه الشجرة تيضل في شيء له فيه للإنسان إنه أنا المرجعية، إنه أنت أخد شيء بك ترجع لي لإلي، وإلا تصوري ما في الشجرة شو اللي بدل إنه الإنسان مرجعيته الله؟ ما في، نعم، ما في. أصبح ما هون هي ليه بقولوا خطية أصلية، لأنه الإنسان بهالخطية جعل حاله هو الأصل، هو الفعل، صح كمان إلى معنى لأنه نرجع بآدم للأصل، ولكن الإنسان جعل فيها حاله هو الأصل بالوقت مش هو الأصل، مين الأصل؟ الله. يعني وكأنه نحن كأنه هالزمن كأنه ما عم يمشي لقدام، كأنه وقف بهيدي النقطة نحن كبشر، صح، وكأنه رجع لورا، كأنه بهيدا الزمان رانيا، وبكل زمان، بكل زمان وقت نختبر بعضنا عن الله كأننا عم نرجع لهيداك الزمن، كأننا عم نرجع لمنطق هيدا الخطية. ومشان هيك رانيا كل خطية منعملها، كل خطية لو كانت بحجم ذرة أو بحجم جبل، منطق الخطية هيدا هو، انتبه، مش يعني أنا عم بقول الناس قصدينا، يمكن في ناس عن ضعف، في ناس عن غير قصد، في ناس مش عم بجمل كل شيء، بس عم بقول منطق الخطية، منطوقة للخطية، يعني إذا بدك تفهميها باللوجيكتا كلها بتوقع بترجع لسفر التكوين. مش هيك الله وقت أعطينا هيدا النص الروح القدس له المجد كان عم بيفسر لنا وعم بيفهمنا إنه بخطيتكم هيدا موضوعة، هيدا مضمونة، هيدي الشيء اللي بتصيبه. نعم، أنانيتكم هي المحور عم بتكون دايما، وتعي شوفي. ويمكن بس سوري راني لأنه هون عليه السلام القديس فرانسيس بيقولها وقتها، نشيل الأنانية من قلبه للإنسان كل الخطايا هذيك بتسقط. حب الذات بصير انا الاله 100%، وتتصد هيدا الانا بيسقط كل الخطايا. طالما هيدا الانا موجوده يعني بدنا نضلنا نجاهد ضدها، بضل حياتنا حياه جهاد، مش هيك لاخر لحظه بحياتنا، نحن لاخر ثانيه نحن بحاله جهاد دايم، لانه هيدا الانانيه ما بنعرف اي لحظه بتوعى بحياتنا. هنا اذا ما نشوف الخطايا اجمالا كلهم بيرجعوا لحب الذات، صح، للانانيه، صح، البخل، الغضب، يمكن، صح، الشهوه، صح، كلهم بيرجعوا للذات، صح. بتعرفي انا يعني دائما بقول لهم، نعم، كلهم اذا مش هيك عندهم باندو كونكسيون هي حب نقطه التقاء، نقطه التقاء هي الانا وحب الذات، الايجويزم، الانانيه، الأنانية هي نقطة الالتقاء تبع كل الخطايا، وهذا لحظة السقوط يعني، لأنه هيك سقط آدم وحواء، يعني أو حواء قدرت أغوتها الحية، صح. شو قال الله؟ الله قدام الشجرة شو قال له آدم لله رانيا؟ قال له أنا مسؤول عن حالي، أنا أنت قلت لي هيك بس أنا بدي أعمل هيك، أنت بتقول شيء بس أنا بعمل شيء تاني، أنا مسؤول، أنا مستقل عنك، أنا الإله، أنا إله ذاتي، أنا مستقل. كلمة مستقل شو رانيا بالفرنسية؟ أوتونومي، بشيء جاي من اليوناني أوتونوموس، يعني نوموس شيء، هي الناموس، هي الشريعة، هي عم بقول له لربنا إنه أنا عندي، أنت أعطيتني شريعة بس أنا عندي شريعة لإلي، أنا بدي إرادتي هي شريعتي،
مشان هيك الانسان مات بارادته. وقامتين نحن بنحيا رانيا وبنفوت بعلاقه حقيقيه مع الله، وقتها ندخل بدائره اراده الله ومشيئته. يمكن هذا جوهر جوهر المسيحيه، وهذا شخص إيماننا يسوع المسيحي. يعني 100% وكل حياة يسوع كانت هون سنتري، هون مركز رانيا، هون 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 بهالنقطة. شو بقول يسوع للاب؟ تصوري بالمزمور، بالمزمور يعني عم نحكي 1000 سنة قبل يسوع، 900 و500 سنة و800 سنة بالنبوات. ها يسوع عم بقول له للاب، وبتعيد الرسالة للعبرانيين بالعهد الجديد تتأكد هالمقولة هيدي بالعهد القديم. وعند دخول الابن إلى العالم، تصوري يسوع اللي فات على العالم بتجسده جاي بس له كلمة واحدة للأب وكل مشروع حياته: ها أنا زاءات يا رب لأعمل بمشيئتك، هكذا هو مكتوب عني في رأس الكتاب في المصحف، ذبيحة وقربانا لم تشأ بل ليك موضوعنا اليوم، بل جسدا هيأت لي، فقلت ها أنا زاءات أعمل صحيح. بمشيئتك يا رب. فهون الجسد تراني جسدي هو إذا بدي كل هالمساحة وكل يعني انا وين في احكي مع الله والتقي بالله وشوف الله والمس الله واختبر كله بجسدي. نعم اكيد بروحي، بس انا خبرتي حكما بدها تمرق بجسد. حتى رانيا انتبهي، حتى عند اكبر الاباء الروحيين، ليك شو بدي اقول، واعظمهم كل خبراتهم الروحيه عم بحكي اللي 100% طبيعتها روحيه، كل خبراتهم مرقت بالجسد. نعم. ما في شيء خارج الجسد. بالنتيجه هلا رح نحكي مارغولوس عم بيقول نعم. احترم هذا الجسد وما تخطي تجاهه، لانك عم تخطي ضد هيكل الله. انت بتشوف هذا الجسد صغير، اذا عم نحكي بالحجم المادي، اذا بتشوف اذا بنحكي علميا رانيا هذا جسدنا، اذا منفضيه من الفراغ الموجود، كلنا كل البشريه 8 مليارات انسان ما بنطلع بحجم حبه فاصوليا. تصوري تصوري نحن فراغ علميا عم نحكي، ايه علميا 100% 100% او ليموني طبعا اكون عم صغير، بس يا ليموني يا حبه فاصوليا علميا 100% مؤكد. نعم. هلا نحن في فيد بحياتنا بجسدنا 99.9999 يعني في زر امن من 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 هيدا حجمنا. نعم. يعني كلنا اصغر، يعني كل واحد انا بكل اذا بشيل الفيد ما بطلع دراسة الدبوس. 8 مليارات واحد منا تطلع اتجوز او حبه فاصوليا او حبه. إذا عم نحكي بالحجم المادي هل قد حجمه للإنسان، بس تصوري هيدا الإنسان الذرة اللي ما بيطلع حجم ذرة قد إيه عم بيقول له الله، عم بيقول لنا مرموس أنتم هيكل الله، الله بيسكن بهيدي. بعد بالنتيجة الله خلق الإنسان على صورته ومثاله، خلقه بالجسد على صورته ومثاله. جسما مشان هيك عم بقول مش القصة قصة حجم، قيمته مش إنسان بحجمه، قيمته بهالقيمة اللي الله زرعه فيها، هي هالحضور الإلهي اللي عم بيحمله الإنسان بكيانه واللي عم بيشع منه تيكون هيكل الله. نحن رح نحكي بعدين عن الأبعاد، أبعاد الجسد صح. ونفوت أكثر بالعمق وبالأمور اللي يمكن بتهم الأهل، بتهم المراهقين، بتهم الشباب، تنحكي عن أبعاد الجنسية للجسد والأبعاد كلها كمان للجسد. بس تنوصل لهونيك ما نفهم نحن ليه هيدا الجسد، كيف هيدا الجسد الله كونه وصوره وأراده، لأن هو أراد أنه الإنسان يكون عنده جسد، وهو أراد يكون عنده جسد. بس لفتني وقت حضرتك قلت عن المزمور قال له ها أنا ذا، هي بتذكرنا بي ها أنا ذا تبع العذراء. صح يعني أكيد هم بعد. نعم. يعني بتعرفي لأن تفوت قبل ما نفوت بلغة الجسد وقيمة الجسد، المخلوق الوحيد والأول من بعد رب له المجد، يسوع هو الرب، هو مصدر كل شيء، وبالنتيجة بقوته بنعمة منه. أكيد العذراء ما كان فيها من دون نعمة منه. العذراء مريم هي المخلوق الوحيدة والأولى اللي عرفت تجعل وتخلي جسدها منذ اللحظة الأولى من تكوينها، وعم بقول هذا بنعمة من ربنا مش منا، هيكل مملوء من الروح. يعني العذراء هالفراغ اللي عم بحكيك عنه رانيا، يمكن العذراء الوحيدة اللي كان مليها فيها الروح القدس كلها ثالوث، لانه بنتيجه الله ما لا ينفصل صح. لا ينفصل عن بعضه يعني صح. وتقول الروح يعني الثالوث 100%. مشان هيك رانيا عذراء كانت اول هيكل للثالوث القدس، اول بيت قربان، اول كنيسه، اول هيكل،
أول مذبح، أول مذبح. منشان هيك استحقت أنه هي تنتقل بالجسد؟ بالجسد، لأنه هذا الجسد نعم. المحرف خطية ما ممكن تلمسه ظلمة القبر. وبعتقد هيك الله كان بده من الأساس للإنسان. أكيد. ما كان بده إيانا نموت أكيد. يعني بهيدا المعنى. أبداً. بهيدا المعنى. أكيد ربنا كان حتى أجسادنا بيريد أنه نحن نحافظ لآخر لحظة، ولكن الله الله بيعرف أنه خطيط الإنسان بخطيطه وين راح، وبيعرف كمان وأكثر من هيك رانيا أنه الإنسان وقت تخطى هيدي الشريعة بالنتيجة بنرجع بنقول، وهذا النص هذا اللي بدنا نفهمه أحبائنا المشاهدين، الله بيريد الأشياء كرمالنا مش كرماله بس. أكيد. انتبه، هو كرماله بمعنى هو إله، هو مرجع، مثل الله البي ما بيساوي ايه مثل البي اللي ما بيقبل انه ابنه يكب حاله بالنار والبي قاعد عم يتفرج عليه. طبعا فالله بينا اللي عطينا ابنه على الصليب يموت كرمالنا، كيف بيحبنا حب ما له حدود. وهو عمل شراكة، يعني عمل بيحكي جان بول دو بالتيولوجي دو كور بلاهوت الجسد، انه بيحكي عن ديمونسيون دو بارتنير دو لابسولو، يعني شراكة مع الله. شو الابسولو بالعربي؟ المطلق. اوكي، الله المطلق. فانا كيف بدي افهم هالشراكة بين الله اللي خلق الانسان على مثاله، وبين انه كيف خلقهم ذكرا وانثى؟ كيف بدي افهم انا هالبارتناريا هالشراكة؟ هيدي الشراكة رانيا هي ذاتها بتتحقق بقلب، يعني نحن اليوم قدام ثالوث، شو نعم. أهم الصفات اللي بتحقق؟ إذا بناخذ لو فتنا شوي بس نفهم كم مع حبينا المشاهدين نعم. معنا عندنا صفات بتحدد حياة الله، أو يعني ما بدي أقول بتحدد، خلينا نقول نحن لأنه بنعرف حب الله لإلنا، حب الثالوث، وأنه بنعرف هالتدبير اللي الله عمله كرمالنا، هيدا دلنا على حقيقة الله. الله شو؟ الله شركة، أوكي؟ نعم. الله حب، بس الله تميز أقانيم، نحن من آمن آب وابن وروح قدس، الآب منه الابن والابن نعم. منه الروح والروح منه الآب، كل واحد عنده شخصيته. عنده كي، ولكن ثلاثتهم إله واحد، هيدي الوحدة. لكن نعم. عندنا ثلاث صفات، عندنا شركة، عندنا وحدة، عندنا تميز. التميز بيمنع الدوابين وبيأكد الشركة. نعم. زاد الشيء بين الرجل والمرأة، شوف الحب بين الرجل والمرأة، وقت يحبوا بعضهم مطلوب شيء يدوبوا ببعضهم؟ أكيد لا. الرجال بضل رجال والامرأة بتضل امرأة، ولكن بيصيروا شو بقلنا الرب يسوع، انتبه ما بيقول روح وحدة، جسدا. هيدي كل عظمة المسيحية، هيدي عظمة التجسد. نحن بالزواج بنصير انتبه مش روح، جسد واحد. بس كيف جسد واحد راني؟ هي انه انا وزوجي او انا وامرأتي منصير أعضاء بجسد واحد ويسوع المسيح، للوحدة. وحدتنا بيسوع المسيح، وحدتنا ببعضنا البعض. مشان هيك كل هول بيتحققوا، هيدي الشركة مثل ما بقول جون بول دو بتتحقق بهالبعدين. مشان هيك الجسد مقدس، مشان هيك يعني هلا رح مشان هيك راني إذا تسمحي لي أطلق الصرخة لشبيبتنا ولأحبائنا وقتا نتبجح إنه رايحين نعمل زواج مدني، يا جماعة وقت نفهم هالمعنى الإلهي بقلب الله شو حبنا وقدي حضوره بقلب هالسر، فينا بعد نحكي بزواج مدني كونترا؟ يعني كيف الله قدس؟ يعني عم ناخد مستوى أولى على مستوى كيلو بطاطا. أنا كيف بصير جسد واحد مع الآخر بهيدا من دون ما أنصهر معه؟ يعني إذا بدي فوت بعد أعمق بهيدي الصورة يلي فيها اتحاد نعم جسدي بس نعم. منه روحي، عشو مزبوط يعني كمان اذا لا هو روحي كمان بس نحن يعني قصدي ما بيصيروا روح وحده آه. لانه هون الشخصيه مش مطلوب انه انا صير شخصيتك وانت تصير شخصيتي، صح؟ مطلوب منا اثنيناتنا نتحد في مكان للقاء، هذا المكان اللقاء مكان بين مزوجين هو جسد يسوع المسيح. حلو، شفتي من جسد لجسد، بس هذا الجسد هو الله. تصوري الجسد الثاني هو الله، يعني أنا بدي يعني اتحد مع قيمة نعم. الجسد صارت بقيمة الله. يعني أنا بزواجي بس بسط الأمور طيب شوي هيك أنا أفهمها أكثر، يعني أنا بزواجي مع الآخر اتحد معه جسديا على مثال اتحاد يسوع بكنيسته، على مثال الشركة بين الثالوث الأقدس، وعلى مثال اتحادي أنا كمان بيسوع يعني أو يعني هو أعطاني جسده بالمعنى، كمان يسوع أعطانا جسد ودمه يعني، صح. ولو بالصورة أكيد الجوهرية الروحية 100%. هون رانيا
هون إذا تسمحي لي كمان دعوة أحبنا المشاهدين شوف قديش بعمق قدام هيدا المعاني قديش الزوجين لازم يعيشوا هالأمان وما لازم ترمش عينهم يعني رمشة عين هيك غفلة عن بعضهم وإلا ما يقدموا على الخطوة يعني هون التعنيف يعني بقلب الزواج يعني هون ضد الله مباشرة يعني أنا 100% مشان هيك أنا وقت أحد يخبرني غلط تجاه مرته أو أنا بقول لها أصلا سامحيه لأنه أو يعني أو العكس تمام يعني مرة ضد جو أو رجال بقول لهم سامحوا لأنه أنتم ما خطيتوا تجاه بعض وأنتم خطيتوا أول شيء قبل بعضكم ضد الله لأنه العهد اللي جمعكم هو عهد الله لأنه الجسد الله. هو مقدس ولأنه الجسد لله شو قريتي أول أي نعم. قبل ما تقري مزح له رانيا بس نعم ومجدوا أجساد فليه؟ لأنه جسدكم للإيه؟ هي هيكل روح القدس نعم. هي هيكل بس هي ملك الله هي هيكل روح القدس التي فيكم هبة من الله يعني الله أعطانا أعطينا إيه نعم بس أكتر مش بس تبهي رانيا في يقول أعطينا إيه وحط بوان على مين مش رحال لا أعطينا إيه بس هو ملك الله نعم بعده ملكه هيدا اللي بدنا نفهمه لأنه أولاده صح ونحن ملكه جايين منه لأنه بني ولأنه ما فينا مشان هيك هون بنفهم انه كل خطيه هي موجهه ضد الله، وقت يقول له بالمزمور وجمعة الماضي قريناه رانيا بالمزمور الرائع نعم. ارحمني المزمور 50 وقت بيقول له قلنا وفسرناها رانيا قلنا وقت يقول له لك وحدك خطأت، طيب كيف لك وحدك؟ انا غلطت تجاهي، كيف يكون لك وحدك على الله؟ كيف وحده؟ لا لا الله ولا رانيا لا الكتاب عم بيقول لي الروح القدس عم بيقول لا ضد الله مش ضد انت ما غلطت تجاه رانيا ما غلطت ضد رانيا، غلطت ضد الله لان كل جسد لانه كل آخر هو الله لإلك حتى جسدك هو آخر لإلك وجسدك هو الله حلو حتى ذاتك أنت هو آخر أنت لأنه يعني أنت مجد بإرادتك على الوجود أنت ما بتملك حالك أنت ملك الله أنت ملكوت الله نعم نحن نختم بهيدي الفكرة تنرجع نشوف شو علاقة المعرفة والوعي والقرار مع إجابة الإنسان على العهد بينه وبين الله بالفقرة الثانية لكن لحظات أحبائنا المشاهدين ننتقل للفقرة الثانية لحظات صغيرة ونرجع سوا أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا عن جديد بالفقرة الثانية من الكشف للاكتشاف مع دكتور غسان حنا. دكتور غسان كنا عم نحكي عن علاقة الإنسان بالوعي بالاختيار بالقرار كيف هو قادر يعني يعرف ومعرفته شو إلها علاقة باختياره وقراره مع إجابته للعهد اللي الله عمله بينه يعني بين الله وبين الإنسان صح رانيا بتعرفي دايما نحن قدام كل وحي من الله دايما الوحي بيجي من الله قدام كل وحي من الله في جواب الانسان في الانسان شو بده يقول شو بده يكون موقفه في موقف الانسان هل هو منفتح وهذا نحن بنسميه الايمان الايمان نعم. هو جواب الانسان على وحي الله وتقول له نعم يا رب انه انا اؤمن انا اصدق انا اسلم انا بوثق انا بمشي معك نعم. انا لإلك أنا إلك خلقتنا لك يا رب له نيس أغسطينوس نحن لإله ملكه رانيا أوكي هيدا تقول أنا النعم رانيا هيدي بتفترض كل ملكات فكري وقلبي وعقلي وإرادتي ووعي ومعرفتي عشو عم بقول له إيه ما أنا عفوت معه بمشروع دائم مشروع حياة أبدية بدي يكون أعرف عم شو عم بقول له إيه يعني خلينا ناخد قدامنا دايما هيك بنحب ناخد مثال أمنا العذراء رانيا نعم اجى الملك عم ببشرها عم بيقول لها السلام رح تكوني ام الله كيف ذلك عملت حوار معه عم تقول له بدي اقول شيء بس على شو الحضره ما كان ابدا ايمانها كان كامل ما كان ابدا ناقص ولكن يعني عن معرفه قالت بدل 100% هذا اللي بتقول لانها بدها تعرف على شو عم بتقول ايه وعلى قد كان ملانه من حب الله هالقد كانت قلبها شعلان بحب الله لدرجه انه دغري طيب هذا بخص وقت... الله نعم. انا وقت عرفت انه هذا بخص الله فليكن لي بحسب قولك طيب خلص ربنا أنا رب دكتور غسان عذاب صليب مشروع الم مشروع انا بمشي مع الله بغمض عيوني وبمشي نعم. قد كانت ثقتها العذراء هيدي ما بعد ما عرفت هلا ادم وقت الله خلقه قال له
أعطى القانون قال له بتاكل من كل الشجر إلا شجرة الحياة، لأنه موتاً تموت. يعني بيعرف. مع العلم نعم، هلا رح نرجع أسألك السؤال، إنه هو ما اختبر الموت، ما بيعرف يعني موت. صح. يعني بس أكيد بالكونسيانس تبعه بوعيه عرف إنه هو الموت مفروض يكون نقيض يلي هو فيه، يلي هي الحياة 100%. وهيدي الوحيدة اللي الله عطاها اسم إيش؟ شجرة الحياة. صح. فهون آدم كيف أنا بفهم يعني قراره عن وعقاب الله، يعني على شو استند ربنا؟ يعني إذا بدنا نفوت نحن بلاهوت الجسد مظبوط، يعني راني إذا بنرجع لمنطق التجربة أو علاقة الله بآدم من خلال هذا المشهد تبع العهد القديم، الله شو طلب من الإنسان؟ طلب منه من كل شجرة، ما قال له ما تأكل. هاي مشكلتنا مع الله دايما، الله ما بده قال لي ما تفرح، ايه بالعكس هو عامل لي فرح. قال لي الله دايما، بتعرفي مرة قلناها، كل الناس ونحن والأدوليسان والمراهقين والشباب كلنا بنفكر انه الله بده ياخذ منا الاشياء الحلوه، الله بده يسرق منا الاشياء الحلوه، بنشوف هيك انسان راح يتكرس انحرم من كل شيء، الله مش مزبوط، الله ما بده يحرمنا من شيء، الله بده يعطينا كل شيء بس بوقته وبطريقته وبحكمته تنعرف نمشي فيه، لانه اذا هو ما ساعدنا نحن كيف بدنا ناخذ هالامور؟ ما فينا. رانيا خلينا نفهم شغله وهيدا بدنا نطبقه على الصوره، أنا لازم أشرحها بعدين، روح على المثل الواقع، بلشت من المثل الواقع تقول ارجع. آدم من دون مشورة الله وحب الله وتدخل ما كان في يفهم سر هالشجرة بحياته. يعني بده يعرف، بده يميز الخير من الشر، وهيدي تمييز الخير من الشر هيدي شريعة الله نفسه بحطها. بقى يا آدم أنت مخلوق ما فيك تسبق الله بشريعته، انت ما خصك، هذا ما بيعني، هذا ما بيعني شغلي هيدا. صح، هذا شغل الله حطه، بس هذا حطه كرمالك لانه بحبك. يا بتوثق يا ما بتوثق، يا بتقبل الكلمه يا ما بتقبلها، ما في شيء بالنص، ما في نص حل مع الله بهذا الموضوع. رانيا انتبهي، في نكون اضعاف من هلا للابديه، بس يمكن اخر لحظه الله بده منا اخر لحظه، بس بده اياها، بده هيدي اللحظه، بده النعم. ايه تقول ليش هيدا اللحظه وهيدا رانيا؟ لانه هي اعتراف بالله انه كمرجع، كاله، كسلطه عليا، كشريعه مطلقه. وقت عم نحكي جواب الله عم يحكي عن شركه منو المطلق؟ هو الله، هو هيدا الشخص اللي بحبه، هيدا المطلق، الحب اللي بقلبي، وبالنتيجه يعني عاملني انا شريك معه وقال لهم انمو واكثروا. هلا نوصل بعدين على الرجل والمراه، يعني صح. عطاهم الباس انه يشاركوا بالخلق، انما الانسان مثل العاده بده هو يكون هو المرجعيه، هو الله. هالخطيه، هيدا الفرق انه الانسان بده يحصل المرجعيه فيه، الله عم بيقول له انا شركتك بهذه السلطه، الله سلطه للانسان. انتبهي رانيا تتشوف الفرق. هون كل معنى المشهد. قال له سمي كل حيوانات الارض، سمي كل شيء، تسلط، قال له تسلط، حتى الفعل بالكتاب دومينه، قال له تسلط على كله. بس انتبه، هيدا التسلط، هيدي السلطه هي الكاليفيكاتيف تاع بارتيسيباتيف، هي تشاركيه، منا مطلقه لإلك يا انسان، انا المطلق مش انت. يعني مثل بي عنده شركه وعين ابنه رئيس على الشركه، بس قال له بهذا انا مالك الشركه. ما في الابن يدعس عبيه ويمشي، مظبوط، بينما الانسان بهذا اللي عمله، قال له لا اقعد على جنب، انا بدي اعمل اللي بدي اياه. وهو خلقه من التراب، يعني انا برجع يعني بس اتامل ليه خلقه من التراب؟ ليه ما قال ليكن انسان وصار انسان؟ ما بعرف كيف، يعني مش من التراب، ليه التراب؟ اوكي، وخلقه يونيك، يعني واحد احد وبعزله، يعني لحاله. اوكي، بتعرفي راني احد على وين؟ نعم تفضل. احد علماء الاجتماع دوركان بيحكي عن لوم اساندو، عنده كتاب اسمه لوم اساندو بالاوريجين، يعني الانسان ومصدري اثنين. نعم. يعني المصدرين اللي عندهم اياه، تيقول هو اخذها بطريقه اجتماعيه دوركان، هو عالم سوسيولوج. بس ليه قلت يا رانيا؟ نحن بحبها كثير بتنين الرماد، شو بنقول؟ اذكر يا انسان انك من التراب والى التراب تعود. الفيرسيون الاجمل شو هي؟ اذكر يا انسان
إنك من الله وإلى الله تعود. صح الله تجاربك استعمل التراب، نعم، بس ترابية الإنسان ما عاد تراب، بس الإنسان لازم يعرف يتواضح إنه هيدا تراب، إنه هو خلق، نعم، أخذ من طين، نعم. ليه تراب؟ يعني ليه ليحمل ليتواضع رانيا، ليتواضع الإنسان ليعرف إنه منين جاي، نعم، يعني يعرف يا إنسان إنه أنت من دون الله شو أصلك من دون الله؟ تراب. بس شو يعني تراب؟ أدم مأخوذ من الأدم، الأرض تراب. يعني أنا شو قيمتي من دون الله رانيا؟ من دون الله أنا قيمتي تراب. شو هي تراب؟ يعني الناس تضعف عليك حيث تدوس الأقدام. برافو عليك، هاجي يقول حيث تدوس الأقدام. بس الله عمل منا حياة، يعني الله قدر يعمل منا حياة إذا مطبوعة فيه. الله عمل منا حياة، عمل منا كرامة، عمل منا إله، عمل منا رفع على ابن، رفع، بيقول جون بول دور، رفع فائقة، رفع فائقة الطبيعة. مجده للإنسان، يعني المفترض إنسان يمجد الله، الإنسان الله هو رفعه للإنسان لأنه هالقد بحبه. يعني بمنطقنا البشري رانيا، إذا منشو منطلع بصليب يسوع، وليكي هو شجرة الحياة هون قدام، هيدي شجرة معرفة الخير والشر، ليكي الفرق بين الشجرتين قدام صليب يسوع. الله بفرجين أنه حبنا أكثر ما حب حاله رانيا، أكثر ما حب حاله. أكيد، لانه بهيدا المنطق البشري تحدى يموت كرملك، يعني بحبك اكثر من حاله. مجنون، مجنون، مجنون حب. هيدا بنقول يسوع المسيح مجنون حب. نعم، سجود لأسف. انا برجع بس افكر بالتراب كمان، كيف ربنا خلق التراب. عطول بيجي على راسي مشهد يسوع وقت جبل الطين وحطهم على عيون الشخص الما بيشوف، الشخص الاعمى. صح، صح. ليه هذا المشهد عزيزة؟ لانه اعاده خلق رانيا. قلنا وقت بتتذكري، نعم، شرحنا لانجيل، نعم، الاعمى، قلنا وقت جبل تراب وحطين عليه، الله عم بيرجع يخلقه من جديد، لانه الرؤيه جديده، نور جديد للانسان، يعني انسان جديد خلقه إنسان بايديه، جديد يعني خلقه من جديد، بس عملهم بايديه، يعني استعمل كمان جسده لشفاء جسدنا 100%. شفت اللي عم اقول لك، من جسد لجسد، نعم، بالمقدمه قلنا من جسد لجسد، وهذا الجسد صار الله، والله بجسده، نعم، الله بجسده تحت بكل اجسادنا، وصارت كل اجسادنا واحد مع هذا الجسد، صار هو راسه ونحن الاعضاء. ومنشوف نحن في قديسين ما بتصير تراب. اي دكتور غسان، في قديسين ما بيرجعوا تراب، بيضلون، يعني بيضل جسدهم. يعطينا علامة على شو؟ يعني مثلا بادري بيو، بعده مارشاربيل، فيرونيكا، سانتريتا، يعني كتير قديسين. شو العلامة او شو الرمزية؟ في قديسين راحوا، يعني خليني اقول 100%، جسمه. خليني اقول اول شيء حكمة الله منا، يعني بس اكيد اكيد مثل ما قلت رانيا، علامة لإلنا، علامة، نعم، إنه هيدا الأجساد باقية ورح ترجع أخصفين كمان بالشريك. برافو عليك، نعم، بشركة مع قيامة يسوع المسيح. هلا بعدنا عم نقول قرينيها، الذي أقام يسوع من بين الأموات سيقيم أجسادكم المائتة. ونحن رانيا تبي بقانون الإيمان شو بنقول؟ ونؤمن بقيامة مين؟ كمان الموتى. إيه، بس لحظة، الأجمل باللغة الفرنسية لأنه أدق من العربي، نحن ما لازم نقول بقيامة الموت، لازم نقول بقيامة الأجساد، لأنه هي بالإسبريسا الريزركسيون دو لا شير، قيامة الأجساد مش قيامة الموتى. بس ما في موتى، نحن ما منموت، ما في موتى، نعم، في هيدا. لو وين ما كان خلايا جسمك، حدا عم بيقول لي عن جد هيك، قلت له، قال لي طب يعني انه ما بفهم، واحد اذا شقفوه وبعثروا له خلاياه بالدنيا كلها وبالتراب وفنيت، كيف بدها ترجع تجتمع؟ قلت له اللي خلقها من العدم قدر يرجع يجمعها ويجيبها، بدها هالقد. هيدي مثل جوهره، هي وهيدي، نعم، رانيا تقول ما اكون عم بحكي شيء من عندي، نعم، بحزقيال نص اسمه العظام الرميمه، وهيدا النص باللي هود بيعلمونا اياه هو علامه إسكاتولوجية نهيوية، فكيف الله بقيم الأجساد، كيف يكون جبل عظام مع بعض. بيقول له النبي حسكال، يا رب ماذا أرى؟ بيقول له ألا ترى يا ابن الإنسان عظام؟ بيقول له بلى. بيقول له مر لي هذه العظام إلا تتصير بشر.
قال له هيدي عظام يابسة، كيف بدها تصير بشر؟ قال له رح فرجيك كيف بدها تصير بشر. بيشوف النبي كيف العظام بتبلش عم ينمع عليها لحم، وعم تيجي كيف هو بنشوفه بالساينس فيكسيون رانا بالفلومه، ايه عم ينمع عليها لحم، عم تكبر، عم تتشكل، عم تصير انسان كامل. رجع قدام عيونه بقى بقولوا الابي هيدا اكبر نص واكبر دليل على القيام العامة كيف بدها تصير بقيامة أجسام. أليعازر يعني كان كمان هلا ما كان بلا بقوله قد أنتن أقل أنت. طيب ما أنتن يعني خلص يعني عم يتحلل هي بين عم يتحلل بين آخر لحظة. نعم. هي اللي بيقيموا من هون بيقيموا من هون. أي. عرفت إيه؟ 100% لكن هو ميزه كمان اللي بيميز الانسان بجسده كمان او بوعيه الكونسيانس كمان ميزه عن الحيوانات. كنت حضرتك قلت انه هو سلطه صح على كل هيدي المخلوقات، وجسده يعني علاقه الانسان بالجسد كمان فيها وعي، لانه الانسان بحواسه قادر يدرك يعني اذا بدنا نقول الحياه. هلا بدي اسال حضرتك انه الكتاب المقدس بالتكوين بيحكي عن جسد الانسان ام عن الانسان ككل كوم ان بيرسون يعني ان طونك بيرسون؟ هل بيحكي عن الجسد؟ كيف بنقرا هالشيء؟ يعني كيف نفرقه عن باقي المخلوقات؟ ما جسما نظره الكتاب المقدس هي نظره توحيديه للانسان، لانه الانسان قبل الخطيه رانيا كان كل متكامل وكان عم بيعيش وحدته الداخليه مع ذاته، مع الله، مع الاخرين، إيه؟ مع الطبيعه، مع نعم. وكان عم بتعيش ليكي هالوحده شو رائعه. كان عم بيعيش هالشريعه الالهيه بقلب بداخله لانه هالقد كانت بتناغم مع بعضه البعض. نعم. يعني هالقد شريعه الله كانت عم تخترقه، كلمه الله عم تخترقه وعم تحييه من جوا، لانه ما كان في اي عقبه، اي شائبه بقلب الانسان، لانه كان مطيع لله. وقت الانسان خطي وكسر العلاقه مع الله، شو صار في هلأ بقلبه لله. اوكي. وهون انكسرت الشركه. واذا كسرت الشركه مع الله، لانه الانسان معمول بوحده كينيه مطبوعه بوحدته مع الله، تفرفتت الوحده، ضربت الوحده الداخليه تبعه، صار عقله مطرح وارادته مطرح. وقت يقول مربولوس، وانتبه شو بقول رائع وكيف بيجي بفسر الشيء، عم نقوله 100%، الشر الذي لا اريد اياه افعل، والخير الذي اريد الخير الذي اريده لا افعله، والشر الذي لا اريده اياه افعل 100%. فمن هون يعني الانسان صار في تناقض بداخله، بقلبه الانسان، قلبه الانسان صار مجروح بالخطيه، صار مقسوم لانه انكسر. نعم. الانسان اذا كسر الشركه مع الله كسر قلبه، لانه الله هو قلبه. عشان هيك يسوع انكسر جسده يعني على الصليب. رائع، شفت الصورة؟ هيدي يسوع كسر جسمه. وبالقديش يسوع شو عم بيعمل كل يوم رانيا؟ عم يكسر القلب. عم يتكسر جسمه. بتعرفي يا ريت في الاخوارني او الاباء يقولوا لهم الافعال الكسر للشعب وقت يكسروا. وانا بحب بعض الاباء بحبوا هن عم يكسروا القلبين بحطوها على الميكروفون تنسمع صوت الكسر. يسوع هيك انكسر رانيا، هيك انكسر جسمه. فيك تفسر لنا دكتور غسان كيف بيكسر اول شيء؟ لانه انا بيكسر وحده صغيره انا ما بفهمها، لانه على طول بسال حالي. هو 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 الذات نحن بالقديس شو عم نعمل رانيا؟ عم نعيد ذبيحه يسوع بطريقه غير دمويه، ايه بطريقه سريه، مش هذا مفهومنا للقديس؟ بطريقه دمويه صارت انفا بورتوت على الجلجل، صارت مرة واحدة للأبد. أما بالقديس عم تنعاد ذبيحة الصليب هلأ وهون. نعم. هلأ وهون هيك وتنو يسوع الكاهن اللي عم بيكسر، كما انكسر يسوع على الصليب، يسوع تكسر على الصليب. أنا بقول يسوع انفرم. إذا بتشوفي جسد يسوع الحقيقي رأينا نحن بفرجونا إياه على الصليب، يسوع ماشي عم بيشاع. مال جيبسون يعني برافو عليكي. نعم. قال كلهم صرخوا انه لا مبالغ وزاد. انا بقول لهم مش بس مبالغ، اشعيا اكثر اكثر وصفوا اشعيا 100%. جرح واحد من راسه. نعم. كعب اجريه جرح نصف. واحد بتعرف. نعم. شو جرح واحد؟ يعني ما عاد في وجه، ما أي. في شبه، ما في شبه انسان، ما عاد عنده اصلا تكوين، ما في شبه، ما عاد ما في شبه انسان، لانه انضرب. وبعدين هو احنا بنفكر
ونحن بنفكر انه يعني هي العذاب بلش من قبل بليله، وقت يعني هن قبل بليله وقت اخذوه من بستان الزيتون، من هناك بلش العذاب، يعني لقطوه وضربوه او كربجوه وحطوه بالابو وهالقصص هيدي اللي انا بنفكر انه بس يعني على الجلجلي او شوي عند بيلاطس. ابدا حتى راني تعبت وقت اخذوه، انا بقول لك حتى قبل عند بستان الزيتون، هيدا النزاع اللي يسوع عايشه انا بقول لهم هيدا يوازي الصليب. مصر. لانه هنيك اذا لانه نحن وانا اكيد ومؤمن انه الام يسوع النفسي وراح اكثر بكثير من الجسديه. طب اذا نحن الجسديه عم لاقيها عرق دم، يعني عرق دم طيارق دم، يعني قد شو يعني كان اي خبره عم بيعيشها يسوع بالمعنى الروحي اذا عرق دم؟ سألي بسيكولوج، انا في دكتور من حيي عامل كتاب عن هالموضوع، انه التفسير البيولوجي كحكيم هو انه تانسان، وكاتبين كثير حكمه اشتغلوا على كفن يسوع، كثير حكمه بالعالم، بيقولوا لك هيدا انسان في بالتاريخ ناس وصين هيدا، بس اكيد مش بوعي يسوع بما انه عم نحكي عليه، اكيد 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 بقى تنهاري نفسي، يكون عندك انهيارات وضغط نفسي هائل، بصير يتفقع شرايين بجسمك كمان، هذا التفقع بيحتيك ينزل دم من جسمك. بس يسوع الهائل بالموضوع انه كان عم بيشوف حقيقه وجوديه للخليقه كلها ولحبه للاب بهيدي العلاقه، بهيدي العلاقه. يسوع كان عم بيشوف كيف البشريه كلها رايحه للموت، كلها دون استثناء، لو ما هو يتدخل. لو ما هو يتدخل. نعم. لأنه البشرية نحن مشكلتنا ما بنعرف شو يعني خطية. لأنه بتعرفي يمكن لأنه هالقد حب الله بهرنا نستخف، وإن شاء الله نكون هيدا السبب مش تاني نستخف بالخطية هيك. بس رانيا لأنه نطرح من المطارح وكأنه كل ما بيسوع بستان الزيتون كل مشروع الله وقف هون، خلص بقاش في شيء ينعمل، بقاش في شيء. يعني يسوع يا بيقول ايه للاب قدام هذا الكاس، بقول له فلا تعرض عني هذا الكاس، يا بيقول له لا وبيرجع وبيوقف كل شيء رايح للهلاك، الوجود كله رايح للموت والدمار والهلاك، او يسوع بده يقول ايه وبده يدفع ثمن هالايه تبع خطيه الانسان. شو ثمن خطيه الانسان؟ العدل الالهي. شو حق العدل الإلهي وخطية الإنسان؟ يسوع مسمر على الصليب، يسوع مفروم على الصليب، مفروم. نحن عم نعرف إنه بهيدا الوجع كان دكتور شربل عم بيفسر إنه ما بيقدر الإنسان يحكي، وهو صرخ على الصليب. يعني هو يعني عن جد قدرة الحب اللي عنده أكيد هي اللي خلته هالقد يصرخ وبعده عم يصرخ. صح. ونحن ما عم نفهم إنه نحن جسدنا وكلنا لإله، يعني وولادنا ما عم يفهموا هالشيء، منشان هيك الخطية عم تكتر، منشان هيك الإجرام عم يكتر، منشان هيك الدنيا مقلوبة كلها. وأكيد رح نحكي مش هلا أكيد اليوم، بس بعدين رح نحكي بكل الشرائع يلي هي عم تجي اليوم ضد تقلب شريعة الله، وكيف نحن اليوم عم نتصرف بجسدنا. يعني نحن هلا بعدنا بس بأول يعني بالمقدمة اللاهوتية شوي تنقدر نفهم اليوم كيف نتعامل مع جسدنا، وكيف ننقل هيدا هالمعرفة لأولادنا تيفهموا كيف بدهم يتصرفوا اليوم مع هيدا الجسد بدون ما يقسوا حالهم ويعطوا الموت للجسد. يعني وكيف يكونوا إنسان، يعني شو كيف نقدر نفسر علاقة الإنسان أو علاقة الشجرة الحياة والموت بإنسانية الإنسان دكتور غسان اليوم؟ اليوم راني علاقة الشجرة بإنسانية الإنسان تنقول لكل إنسان ونقول لبعضنا ونحن مؤمنين بهالموضوع إنه أنا ما بحقق إنسانيتي إلا بطاعتي لله. طيب شو مفهوم الحرية اليوم راني؟ شو مفهوم الحرية؟ اليوم صدقيني كنت بخبرة مع سيدة أم لأولاد عم تخبرني بدي حييها، عم بتقول لي انه في اولاد صغار قرروا بقاش بدهم يعملوا كاتيشيز. قلت لها بس الاهل رافضين وبرافو عليهم. قلت لها ليش؟ قال احد الاهل عم بيقول لهم احنا حرين باولادنا اذا بدنا نعلمهم او ما بدنا نعلمهم كاتيشيز. قلت لها هيدي مش حريه. خلص بقى نفكر انه الحريه انه انا اعمل اللي بدي اياه واللي براسي. يا عمي هيدا مش مفهوم الحريه، هيدا منه مفهوم الحريه.
الله هو حريتنا، يسوع هو سلامنا، هو حريتنا. حيث روح الرب، بعد ما عم نحكي مرغوث، حيث روح الرب هناك الحرية. أنا إذا ما حررني الروح القدس ما في حقيقة أي شيء من حريتي. أنا حريتي وقتها تكون إرادتي متناغمة مع إرادة الله. أنا حريتي، قمة حريتي وقتها تكون بطاعة لإرادة الله. أما قمة العبودية وقتها أنا أتجاوز إرادة الله. ليش رانيا؟ نحن شو منقول؟ طب ما أنا حر والله أعطيني حرية، أنا ما بدي أعمل بده إياه الله لأنه أنا حر. غلط. حريتي منا مفهوم انه انا اعمل البدي اياه، اعمل البدي اياه، هذا مش عم بعمل البدي اياه، انا عم بعمل لارادتي مستعبده لإله. يعني انا وقت احب المال واصرف ماله وروح اتكل على المال لاني انا صرت عبد للمال، او لانه صرت عبد للجنس، او صرت عبد للادمان، او للمخدرات، او للقمار، او لكل الامور قادره تستعبدني. كل شيء بتذكر رانيا حتحكينا جمعة الماضي بيعطينا ديفينيسيون، كل شيء ممكن بياخذ محل الله انا صرت عبد لإله. اور انا عبد مين؟ انا عبد يسوع المسيح، انا عبد الله. انا عبوديتي لله هي قمه الحريه، لانه الله الحريه. يعني وقت تعبدي الله عم تعبدي الحريه، يعني انت بقمه حريتك. اما انت وقت تعملي مشيئتك انت مش مشيئه الله، انت بقمه عبوديتك، لانه عم تعملي مش بس عم تعملي بحسب إنسانيتك، وهو عم نحكي إنسانية إنسان قدام الشجرة، بل عم تعملي اللي بيمليع عليك الشيء اللي عم يستعبدك. دكتور غسان، موضوع كتير كبير، ونحن عم نتشكرك أكيد، لأنه كل مرة بناخد منك هيك حقائق تلمس قلبنا وروحنا وبتخلينا هيك بصلاة عن جد. أنا بدي أتشكر المشاهدين على متابعتهم لإلنا. بدي أقول مع أشعيا: والآن يا رب أنت أب لنا، نحن طين وأنت جابلنا، نحن جميعنا من صنع يدك. لا تغضب يا رب كل الغضب، ولا تذكر إثمنا إلى الأبد، انظر فنحن جميعا شعبك. نحن كلنا ولد الله، نحن حاملين الله كلنا بجسدنا، بس ربنا يعطينا النعمة انه نعرف نتقدس بهذا الجسد مثل ما عملوا شربل ورفقه والحردين وكلهم. اعزائنا المشاهدين، للحلقه القادمه ان الله راد مع دكتور غسان، من الكشف الى الاكتشاف. شكرا.